في حد من الناس اللي حواليك له علاقة بالجماعة الإسلامية من زمان؟ مين يا فندم؟ طاهر توفيق جارك. علاقة طاهر بالجماعات الإسلامية ما زادتش عن 6 شهور. طب هو ليه كان بيعمل كده؟ دي حاجة ظباط أمن الدولة اللي زيك عمرهم ما فهموها. يحيى لازم يسكت، فاهم؟ أيوة يا طارق. آه خلاص، يحيى مضى العقد. ماهر هيطلع بنفسه بالظرف ده الصبح، يعني حضرتك لازم تمضي على العقد ده وتضم ورق شركتك ليه، وكل ده يحصل قبل ما ماهر يطلع الصبح. ما تقلقيش، أنا مظبط كل حاجة. عملت كده ليه؟ عشان بحبك يا نور. اوعى تجيب الاسم ده على لسانك، عشان انت عارف كويس قوي اننا ونور اللي واقفه قدامك دلوقتي كان زمانها شربت من دمك. انا لوحدي وانت طول الوقت بره، وانا طول الوقت قاعده مع واحده مش حاسه بيا ولا حاسه باللي بيحصل لي. يحيى هو الوحيد اللي يقدر يوصل للحقيقه، ده ضباط الداخليه نفسهم مش عارفين يشتغلوا من غيره. يعني انت كمان مش طايقاه زي؟ يبقى ما تغلطينيش بقى. امسك. مين دول؟ دول مشتبه فيهم في قضيه يحيى. وساعدتك وصلت لهم ازاي؟ هتفرق معاك؟ حازم بيبو سري ماشيني في السكك الغلط، انت عارف ده معناه ايه؟ معناه ان انا سمعت الكلام من ناحيتك انت بس. اللي عايزك تعرفه حاجه واحده بس، ان انا في صفك، والمواقف اللي بينا بتثبت ده. انا اول مره اشوف الراجل ده. بص، هو انا كده مضطر ادور في ارشيف الجرايد ورقه ورقه، بس ده يحتاج ان انا اعمل فريق سيرش من صحفيين تانيين. قول يلا مين اللي بقى؟ كان في راجل محترم كده وكبير، وقال لي ان انا اوصل العلبه هنا، وقال لي ابعت له رساله على رقم اداهولي. ابعت لك صوره الراجل ده على الموبايل، عايزك تدور لي عليه، وكمان في مدافن صلاح سالم. واخد بالك الاماكن دي بتودي على فين؟ الاماكن دي كلها بتودي على المقطع. هاي فندم، في تطورات كبيره في القضيه لازم سيادتك تعرفها. في يا سلمى طمنيني. لا يا يحيى مش هينفع في التليفون. الصحفي جه هنا وفي حاجات مهمه عايز يوريها لنا بنفسه. يا حزم مش قلت لك 100 مره ما تدخلش سجاير في اوضه النوم؟ يا حزم بتفرق ليه؟ مش عارفه انام منك. معلش كده. انت رايح فين؟ في شويه حاجات في الشغل كده لازم اروح اعملها بنفسي. دلوقتي هتاخر؟ مش عارف. كل واحد فيكم ياخد مكانه، ومحدش يتحرك حركه غير اللي اتفقنا عليها، ومحدش يضرب عليه نار غير لما يدخل الحته اللي احنا اتفقنا عليها. فاهمين؟ يلا كل واحد على مكانه. وانت عارفه لو اتحركت حركه واحده غير اللي اتفقنا عليها هفصل راسك عن جسمي، سامعاني؟ يلا. وانت اي حد فيكم هيطلع صوت هخلص عليكم انتوا الاثنين، سامعيني؟ هو مش ابوكي قال انه جاي؟ كلمته تاني عشان اطمن عليه، قال انه هيعدي على طنط سلمى. سلمى؟ اه يا جدو، بالكل يوم مع بعض. طب ودي حاجه مضايقاكي؟ في حاجه كتير قوي مضايقاني. لا بس دي بالذات باين انها مضايقاكي قوي. مش عارفه متضايقه عشان هو على طول سايبني لوحدي، ولا عشان هو على طول مع طنط سلمى. طيب ما تكلميه يا حبيبتي، قولي له على اللي جواكي، قولي له انت حاسه بيه. عارفه رده، هو كل اللي همه ان هو يدور على اللي عمل كده في مامي ويوسف، وهيقول لي استحملي. واحنا يا بنتي لازم نستحمل فعلا عشان نعدي الايام دي على خير، مش كده؟ بس انا لو كنت مكانه ما كنتش هعمل اللي هو بيعمله ده. عمر كنتي عملتي ايه؟ كنت فكرت في اللي معايا قبل ما يروح مني هو كمان. فريدة أنا بحبك، أنا بحبك وما أقدرش أعيش من غيرك. أنا أموت يا فريدة لو أنت مش معايا، أموت. أنت الحاجة الحقيقية في حياتي، ما ينفعش أتضيع منك. ما ينفعش يا فريدة، أنا بموت من غيرك، والله العظيم بموت.
والله العظيم بحبك. سامحيني فريدة. فريدة فريدة ادخل عشان ما تعيش. يحيى وصل وطالع دلوقتي. مساء الخير. مساء النور. دكتورة سلمى جوه مش كده؟ جوه. هعمل تليفون واجي. يا ابن اللعيبة. لو سمحت ممكن موبايلك؟ اتفضلي. الو؟ اي يا باشا، سمعت صوت ضرب نار في دار الشرق وعربية يحيى بيه موجودة. أهم حاجة يا جماعة السرية والكتمان. أنا مش عايز مخلوق يعرف عن السيرش اللي احنا بنعمله ده حاجة خالص. ولا حتى رئيسة التحرير؟ ولا حتى رئيسة التحرير. بس مش كده كده الموضوع ده هيتنشر في الموقع؟ لما نبقى نعرف مين الراجل ونوصل الموضوع كله كامل نبقى نعرضه عليها. بقول لك يا عم وسام، ما تقول لنا كده بصراحة، لو أنت عايزنا في مصلحة بره الجرنان قول لي، والله العظيم هنخدمك أنا وهي. يا عم أقسم بالله ولا مصلحة ولا حاجة. عرفتوا اللي حصل يا جدعان؟ في صوت ضرب نار جاي من دار الشرق. الكلام ده حصل امتى؟ دلوقتي. استنى يا جماعه، خدنا معاك. شرابي شرابي لسه يا ريس. شرابي ايه خلصوا.
الدكتور نفسه كان متضايق من اللي انا بعمله. لولا اني لولا انك ماسك عليه زله هو كمان عشان يفضل تحت ايدك زي ما بتعمل مع الناس كلها حتى انا. الا انت يا فريده. الا انت. ما تظلمنيش. مش معنى ما قلتش نور يعني المره دي ولا عشان عرفت انها ما بتجيبش نتيجه معايا زي المره اللي فاتت. انا بحب فريده اكتر. فريده اتولدت على ايدي. انت ليه دايما بتنسى ان هما الاثنين واحد؟ انا بحبهم هما الاثنين عشان هما الاثنين انت. يا حسين. ايه؟ متأكد ان صوت ضرب النار جاي من الدار؟ يحيى كان هناك؟ يحيى؟ طب اقفل اقفل انا جاي حالا يلا. انت قصدك يحيى نور الدين؟ هفهمك بعدين. حازم انت ماسك قضية ليها علاقة بيحيى نور الدين؟ هفهمك بعدين. يحيى انت ما تعرفنيش بس انا اعرفك كويس واعرف انك بتخاف على الدكتوره. الدكتوره معايا هي مدير المكان. لو ما جيتش وسلمت نفسك ورميت السلاح اللي معاك هموتهم لك هم الاثنين ومعاك لحتى 10. واحد اثنين ثلاثه. ايوه وده حصل امتى؟ طيب طيب انا هتصرف. اسمح لي ساعدتك اقول لك انك تسرعت في الخطوه دي. انا مقدر خطوره الموقف يا فندم. حاضر هتصرف. انا مش عايز سيادتك تتضايق مني. مع السلامه. 8 9. ثانية واحدة هجيب حاجة تقيلة البسها بس وجاية معاك على طول. أنا هاجي معاك يا جدو. لا يا حبيبتي استني انتي هنا. لا أنا هاجي معاك يا جدو. يلا. عرفت اللي بيحصل دلوقتي.
لا انا مش هتكلم في اي تفاصيل في التليفون، لما عندك نتكلم في التفاصيل. هحاول اتصرف في الموضوع بس اعرف المه الاول. انا ليا كلام معاك تاني خالص، عشان اللي بيحصل ده غلط يا عم. سلام. اضرب يا سلمى. انت عمرك مسكت مسدس قبل كده في حياتك؟ اضرب يا سلمى بقولك. سمعت عن حاجه اسمها صمام الامان؟ اضربي. ده اسمه صمام الامان. ايه يا طارق؟ كنت ببارك لك بس يا حياتي. الظرف وصل للعميل وهنحتفل مع بعض قريب قوي. لسن، انا لو كنت ساعدتك فده بسبب ضغط منك عليا. اي حاجه هتحصل بعد كده انا مش مسؤول عنها، انت سامع؟ انت عارفه يا ناهد ان كل واحد فينا ليه كتاب بيكتب فيه النفس اللي بيتنفسه؟ ايه يا عم طارق؟ احنا هنخطب بقى ولا ايه؟ دلوقتي بقى زمن الكتاب يبقى فيه قصاد عينينا. مواقع التواصل الاجتماعي خلت الناس تتكلم بالكتابة، فكل واحد ليه كتاب يقدر يرجع له ويشوف قال ايه فيه. انت عايز توصل ليه؟ امال انت فاكره كنت بكلمك على الواتس الفترة اللي فاتت دي كلها ليه؟ كتابك عندي انا ناهد، مكتوب فيه كل اتفاقاتنا. احنا شركة وشركة، بس متقلقيش انا عمري ما اخون شريكي ابدا. أي هي كده بس أنا هود ماشي. ممنوع يا استاذ. يعني ايه ممنوع؟ انا صحفي مكمل حق اخش اشوف ايه اللي بيحصل جوه. ما في ناس بتخش اهي. ممنوع يا استاذ. طلع موبايلك وصور. وما تصورش انت ليه بموبايلك؟ الدنيا ممكن تمطر تاني. انت شكلك مش هتعامل معايا حجاك. سلمى! طوبي! سلمى! طمني. طوبي حصل له ايه؟ طمني يا عيلتي ان شاء الله هبقى كويس. طمنيني عنك، انت بخير. كويس يا ماما. ايه اللي حصل بالظبط؟ انا قايل على المستشفى ومطمن هناك، ما تقلقوش خالص. يلا بينا.
دكتور؟ خير ان شاء الله. الاستاذ يحيى في غرفه الانعاش لسه ما فقش، بس احب اطمن ما حصلوش اصابات خطيره. هما شويه كدمات ونزيف داخلي في الرئه، والحمد لله قدرنا نلحق. اللي اخذ الصدمه الشخص اللي كان معاه. طب والراجل اللي معاه حالته ايه دلوقتي؟ والله للاسف الراجل ده اخذ الصدمه كلها بالكامل، والتشخيص المبدئي بيقول انه تهشم في فقرات الظهر. ده معناه انه مش هيقدر يمشي تاني. طب ويحيى ما فاقش لغايه دلوقتي ليه؟ والله الاستاذ يحيى داخل في غيبوبه، ربنا وحده اعلم هيفوق منها امتى. يعني ايه؟ ولا حاجه. عن اذنك. يعني ايه يا جدو؟ مفيش حاجه، مفيش حاجه. يعني ايه طيب؟ مفيش. هيبقى كويس، هيبقى كويس. اطمني يا حبيبتي، اطمني، اطمني. بس. اليانسون، انا ما طلبتش حاجه. انا عملتولك علشان يهديكي بدل ما يطقلك عرق ولا حاجه. مش انت اتصالحتي مع الاستاذ حازم؟ يعني ما سمعتيش؟ وعهد الله الكلام هو اللي دخل ودني لوحده. والله انا اقصد اطمن عليكي والله. وهو اطمنتي ممكن تسيبيني لوحدي؟ طب ممكن سؤال؟ هو مين يحيى ده اللي انتوا اتخضيتوا عليه قوي ده؟ يحيى ده السبب في كل اللي أنا فيه دلوقتي.